اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم، اللهم اشف كل مريض لا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، رب أرح ثم هون ثم اشفي، رب أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير.